قال عندهم العجلة. أي عجلة يا ابن عطايا الله؟ إحنا ساكتين عليك كم من الزمن؟ أدونا رد عليه وإحنا ردينا على زولا؟ لا إحنا تكلمنا فيه؟ ليه اليوم ما تكلمنا فيه؟ إلا رد بتاع شهاب صغير كده عجلة؟ ونحن شايفينك وسمعنا كلامك ده، كلامه ده ما دخلوا قرية إلا أفسدوا، قالوا بتين؟ جديد؟ أبدا ما قديم الكلام ده، وأنا سمعته كله قبل زمن. شيخ مزمل سمعه قال ما في دليل يرد عليه، خلوه عندنا عجلة. أنت بالله ما صبحت به شيخ أحمد الوطا، الوطا ما صبحها، نحن عندنا العجلة. قال غرور، أن هؤلاء الشباب لهم من الغرور والجهل. الغرور في شنو؟ في تحدينا لأهل البدع يا أخواننا. موقف المناظرة والمجادلة وموقف المناقشة هو أقرب وأشبه بموقف الحرب، ولا بد أن تظهر فيه من قوة السنة ما يرهب الأعداء. وهذا مفتخر، لكن أنت ترهب العدو. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أخرج سيفه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يأخذ هذا؟ فابتدره الصحابة، قال من يأخذ هذا بحقه؟ فأحجم الناس، قال أبو دجان أنا قال لي بأخذه بحقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السيف، قال وما حقه؟ قال أن تضرب به أو أن أضرب به حتى ينثني، أدق بال الكفار ديل لما يتكسر لما يتلوي. أبو دجانة فأخرج عصابة له حمراء ربطها على رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، شغل ده موت بس بعد تاني. وصار يمشي متبخترا، بيمشي كده زي ما نحن بنسميها بعاميتنا بتقدل، يعني مشي فيها إظهار القوة والعزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنه فيه رهاب للعدو. الزبير قال فوجدت في نفسي كيف يعطي أبا دجانة يدي السيف ده لأبو دجانة ليه وأنا ابن عمته؟ والزبير فارس قاطع، ما في كلام، فارس قاطع، أم صفية رضي الله عنها فارسة قاطعة ما في كلام، صفية رضي الله عنها قتلها واحد بحديدة قتلته يهودي، ده جايبة من أمه، جايبة من من أهله كله، ده وارثة وراثة الزبير، لكن مع ده كله قال لأنظر اليوم ما يصنع أبو دجانة. قال لا بس بشوف أبو دجانة لدو السيف ده بشوف يعمل شنو. قال فكان في المشركين رجل قد أحرق أو لقد فتك بالمسلمين، قال ما وجد رجلا من المسلمين إلا قتله، وما وجد جريحا إلا أجهز عليه. زول كعب جدا وشر ومدرع بالحديد. قال فظهر إليه أبو دجانة، المشرك داق بهنا، أبو دجانة ظهر له جاي. الزبير قال فدعوت الله أن يلتقيا، إن شاء الله يلاقي أبو دجانة الليلة نشوف اللي بيحصل شنو. قال فلقيه أبو دجانة فضرب الرجل أبا دجانة بالسيف، قال فاتقاه بالدرجة لحد ما قطع الدرجة كلها، ذاك ما خلاص ضربة انتهت. أبو دجانة قال لا رجعنا أنا جيتك. قال فضربه أبو دجانة في عاتقه في الحتة دينا في الفرقة تحت السيف، قال حتى بلغ المرقة لحد ما جمح للقاشنة شق على اثنين. قال وكشف العصابة وقال كيف يا زبير؟ رأيك شنو في الشغل ده؟ يا اخواننا في الإسلام في مواقف تحتاج إلى إظهار القوة، ما تكون جبان أنت. علي رضي الله عنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، قال وكان يقول
أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرة. في القتال الصحابة بيقولوا كلام زي ده. ولذلك نحن لسنا الآن في ساحات حرب بالسيف، إنما في ساحات حرب بالحجة والبيان، ونظهر من قوة أهل السنة ما يقطع قلوب أهل البدع. ده من السنة كده تقطع قلبه بالخوف. قال ابن عبد البر المالكي في كتابه بيان فضل العلم، قال: وكان الشافعي إذا ناظر رجلا كأنه سبع يفترسه. كأنه ذا ياكله. قال: وإذا رأيت الشافعية يناظر رجلا رحمته. والله لما انتحين على الزول اللي بناظر فيه الشافعي. كلام السلف يا ناس. لكن دل داري كتلوا حيلهم يخلوا الصوفية يطلعوا في راسنا. داري كتلوا حيلهم والله. وقت القلابة تقول لك: وليس هذا من طريق علمائنا. والله اديك كفلة وبجوز اكسر لك خشمك. ده دل ضعفاء، ضعفاء، اضعف المنهج واضعف الدين. اهل السنة ما ضعفاء اصلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاي سافر عمل شنو؟ لما جاي هاجر الهجرة قال لهم الدائر أمه تسكله ويتم أولاده اللي يلحقني. الزول يصهر من قوة الدين. منهجنا احنا ما منهج ذليل ولا منهج محقور ولا منهج ضعيف ولا منهج متناقض، إنما منهج قوي محكم، نصوص من الكتاب والسنة. لما نناظر ذول بنوريه تمام. وانتوا ترى ركضوا هناك جنب الكسرة بتاعتكم دي، ارقد هناك انت ما فيك فايدة، ما بتنفع. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ليس من أعد للسباق، ليس من هيئ للسباق كمن أعد للاستفراخ. قال لك الجداد ده، الجداد في واحد، والطيور الجارحة في واحد، بيسمونها لواحد يعني يطبحوها، تسمونها سائلة من تبقى تقيل المشي غالبا، ده من أعد للاستفراخ. تبيض وتقعد قبل في محلها، تبيض وتلف. وقال: ليس كمن هيئ للسباق. كلب الصيد بيكون نحيف يعني يقدر يجري، بيقدر تمام يصارع ويلحق ويكون عنده عضلات وقوي. لكن اما الكلب اللي بيقعد في البيت بيهوي ويساعد بشي حمومة تلقاه بيضيماته وقعد له تحت وراقد جنب الباب، راقد تحت الزير. في واحدين راقدين تحت الزير وما ده يرقدوا بأدب. ارقد بأدبك، ارقد تحت الزير، خلي النمل يقرصك وارقد بأدبك. احنا ما سألناك نظمنا فيك، انت راقد في محلك دي سنين قاعد مبطوح في مكانك، ما بدو سألك ارقد يا اخي. مالك يا اخي انت ما تسوي لك شبكه معانا؟ احنا شغالين ترى في صوفيتنا ديل، وشغالين في اخواننا المسلمين، وشغالين في السروريه بغادي، والله يتقبل. ما سألناك يا مسلم، ما سألناك. احترم نفسك وارقد تحت الزير.